Да, да, да. И то же самое, раньше было, 7-месячный ребенок, дитё, 7 месяцев, если рождался, он жил. И вот на этой тверди, как будто растет что-то, росток, вырастает из тверди, из земли. Вот, и это называется живите. Но самое интересное для меня, этот знак имеет число 7. Число 7. 7. Как иероглиф? Знак вижу. Пойдем? Все. Люди, и все это происходит на Земле. علي الصنع. التخربيقات اللي خربقنا حنايا. هاي باكازي الصنع. اوه شينا تليتنا. خربقنا شوية مع هذا الكتابة بالريشة. خط الروسي القديم فاهم، كاين الكتابه بحروف الروسيه ديال دابا وكاين القديمه بحال اللغه العربيه القديمه فهمتي، الخطوط القديمه. قال لك اللعيبه سميتها الدفاري، دفاري قال لك شنو هي دفاري ما عرفتش. مازلنا في الجولة، حنا والصينيين، كاين عرب كاين فارقة. تقول لك المباني القديمة الموجودة في المدينة مازال كندورو ما عندنا ما يدار. دي أكبر كنيسة موجودة في المدينة وسط وكذلك وسط المدينة. هادو الشينويين كوريين. قال لك سيدي ندخلوا 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 الكنيسة. قال لك شوفوا شنو كاين في الكنيسة. هذه الكنيسة من الداخل من نراها أول مرة. هنا كيشترون حاجات نعتقد الصديقين الخاصين بالمسيحية مثل الذين احنا عمر بن الخطاب وكذا، هم ايضا لديهم عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق والحاجات هذه. هذيك صورة المسيح عليه الصلاة والسلام وامه هناك، كيف صور بتاع وصور شحال من واحد انا يتصدم يقول لك كيف دخلت الكنيسة. هذه مش أول مرة تدخل لها الكنيسة، تقريبا خامس مرة ولا كذا. فاهم عادي، دين مثل الأديان، احنا مسلمين أي وكذا، ولكن ما يعنيش أن نكره آخرين دون سبب. فاهم، نحبوا عيسى ونحبوا مريم
حب الناس طيبين، هذا هو. هذيك هناك غادي تلعب تسديد تسديد بالمسدس. هذه احسن سنتر، احسن اسمها، احسن حديقه موجوده في سنتر بارك. الاطفال يلعبون هناك، الناس جالسين في وسط مدينه فولغوغراد. دي روسيا تجلس تستمتع بوقتها. هذا هو، هذا انتهينا من الدورة، جلست أكل هذا المثلجات وهذا كل شيء. الآن سوف أعود إلى البيت. نروج جالسين، نظافة أمام. الخطوة الأخيرة بعد المنتجات، هذا كل شيء.